بحب الفن جدا جدا، والله فعلا مش كلام فنانين يعني. يعني هو السايت الوحيد اللي بخش عليه كل يوم هو عندي متسجل كده على اللابتوب بتاعي، وبيجي لي مسجات اي خبر بيحصل، مش خبري انا يعني، اي خبر من اي حد بيحصل في الفن كذا كذا، فانا بحبهم وعلى طول اخباري او اول باول بتنزل الاول عندكم والناس بتاخدها منكم، فربنا يكرمكم ان شاء الله. واستنوا البومي بقى القادم يا برتاح يا وانا معاه، لسه مش عارف الاسم ايه، ان شاء الله استنوني على مزيكا وشوفوني على مزيكا ان شاء الله. رامي صبري.